الزيتون على هذا العام. هادي عامين ماشي غير هذا العام، هادي عامين ما كايناش الشتاء كاين الجفاف، الزيتون قليل، ولكن ماشي على الجفاف وما كاينش الاكتفاء الذاتي. كاين عندنا الاكتفاء الذاتي، ولكن الناس اللي قابضين البلاد اللي تنقولوا حنا وديما تنقولها راه تنجح ديما الرساله، الناس اللي صايقه البلاد هما اللي دايرين هاد الازمه. انا مشيت لبني ملال بغيت نشري الزيت، باقي نواره. عرفت اش قال لي هذاك السيد؟ قال لي هاد الزيت اللي تتقلب عليها انت وباقي نواره. جا واحد الاجنبي بلا ما نذكره، ما عندنا دابا عداوه معاهم وتنتمنى الله يفرج على هذوك الناس في غزه. جا تيتقدى كل شيء ورده ب 8 دراهم، اش خلى لك انت ما تشري؟ هو تيشريه ورده يطيح ولا ينوض ولا يضربوا العجاجه ولا المهم هو شرا وتيخلص، وانت اللي ولد البلاد من تتمشي ما تتلقى شيء. ها الاكتفاء الذاتي تاعنا ما بقاش كافينا، ماشي ما كافيناش، وعندنا وتيخرج والله نشبعوا احنا. واش حنا دابا هذا العام دايره 100 الزيت يقول لك ما كاينش لها دايره 100 درهم، وتتخرج الله برا وتتباع ب 50 درهم، واش يبان احنا بغينا نعطيو فيها 100 درهم حنا نشبعوا حنا بعدا عاد نشوفوا هذوك الناس. واش الزيتون كان تيتباع في الشجره تيقول لك 3 دراهم و2 دراهم وتيسوسوا لك ها العار وها العار، تقدم عندي دابا دير 17 درهم وتيقول لك واسوسوا راسك. شحال بغيتي عليك هذا الزيتون هذا؟ شحال بغيتي عليك الا بغيتي تهزوه؟ النقل ديالو الخدامه سميتو المعصره الباده عفين غادينا المعلم، راه ما في راسك الزيتون طلع من 400 ريال ل 1000 ريال. الزيتون فيه جوج الانواع قلنا، راه كان فيه المفرشخ البلدي وفيه الكحله البلديه، وذاك الحمض كل كيف تيصاوبو بطريقته. هذه هي هذا هو الحفه تاع الزيتون اللي كانت ديك الساعه في الدار، ما كان تيبيعوش في الزنقه طايب والمسائل. جات الظروف لان الناس عكزات شي شويه، ما باقيش حيت فيه تماره وفيه جيبو هز وكذا، ولاو حوانت ولاو تيقبضوا هذيك السلعه، ومن طبيعه الحال ملي تخدم في هذيك السلعه راه غادي تزيد بال لقدام تطور هذيك الخدمه. كيف ما حاليا الصناعه التقليديه بحالنا بحال هذاك الشكل هذا، ولينا حنا حتى حنا تنجيرو الزيتون اللي باه بلدي، مثلا مفرشخ تاع الدار الا باه بلدي راه تيصوبوه في الدار، ما بقاش عنده الوقت باش يصوبوه في الدار تيجي يتقدا. بارومي راه هو حلو يعني ابتكار، المشقوق كان بطريقه نتاع انه تيتضرب بالموس، دابا ما بقاش تيتضرب بالموس ولا تيخدم بعض البرودويات، ولا من تنسمعوا البرودويات كيف ما قال واحد، اما تنجيوش حنا عشوائيين وتنقبضوا وتنجروا البرودوي وتنقولوا الله الله عليها، راه بغينا نصيفطوا كل شيء للسبيطار ما باقي غادي يمشي حد المدرسه. تفاهمنا حنا تنديروا القياس وبالميزان امور خاص من عند طبيب، كيف ما بعض المنتوجات اللي تتكون في الحوانت راه فيهم حتى هما هذاك المشكل. خليو الفلاح يدير الزيتون وخليو الفلاح وعطيوه وتعاونوا مع الفلاح. اما تنقول لكش انا الفلاح اللي عنده القطاره، تنقول لك انا الفلاح اللي عنده واحد 100 راس و100 كاو واحد 100 شجره، هذاك تعاون معاه با يزيد. انت تتعلف وينضحك، داك اللي بغينا نتشكاو منه حنا من الغلاء هو اللي يغليها عليك. فهمت السطه في هذه البلاد هذه؟ وتنوجه تحيه لهاد الناس هادو، هاد الاذاعه هادي اللي تجي ديما تتواضب معنا ومشاركه معنا وتتعيش معنا المقاسي. تنطلب منها الله يرحم الوالدين الا تيعرف فيهم شي واحد داخل النوج بغيتو يشوف هاد الفيديو، راه 40 مليون ناس ما تتقول لك اللهم انت عالو تدهز كفوفه، رغم انني تنعرف كي جوكر ورقه حمراء، ولكن كون كنتي ولد الناس ما غاديش تبقى هذيك الورقه، غادي تحرقها قبل ما تحرقك.